السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
اخش فيه بوي. هذا حكم الله. انت ما تحب الله؟ هي احبها بس احب ابوي بعد. خلص ابوك. ابوي مش فيه يعني ما راح يرجع؟ ارفع راسك يا أسامة، انت رجال البيت الحين والرجال عيب يبكي. انت اكيد ما تبغى ابوك يزعل منك صح؟ انا احب ابوي كثير. خلص احنا ما نبغى ابوك يزعل منك. ابوك راح يزعل كثير اذا شافك تبكي. ليش ابوي يشوفني الحين؟ طبعا طبعا يشوفك. لا عاد تبكي ابد ابد. انت لازم ما تبكي ابدا، سامع؟ لازم ما تبكي ابدا. هذا يا عصام؟ خير يا مسامة، هذا إيراد المؤسسة في ذا الشهر. إيراد المؤسسة 10,000 ريال بس؟ يا عصام شو هالكلام؟ المؤسسة هذه من أكبر المؤسسات بالمنطقة، ما هي بقالة صغيرة، وحتى لو كانت بقالة صغيرة بتجيب أكثر من كذا. وش أسوي يا أخيتي؟ السوق راكد هاليومين، يعني ما هناك حركة في السوق. عصام بدون زعل، لما كان أبو أسامة الله يرحمه موجود، الله يرحمه ويغمد روحه الجنة، أقول لما كان موجود كان أقل إيراد يجينا 50,000. خلينا ما نبالغ نقول 25,000، بس مو 10,000 زي اللي أنت جايبهم. يا أم أسامة الله يهداكي، أنت ما تعرفين وش صاير في السوق. يا عصام من دخلت أنا بالعدة وسلمتك إدارة المؤسسة وأكثر مبلغ تجيبه هو 10,000. يا عصام ما يجوز، هذه أموال أيتام. أفهم من كلامك يا أختي أني بصرككم؟ يا عصام تقدر تقول لي ليش إيراد المؤسسة قل؟ يعني مو كافيك الآن أني أصرف عليك طول هالمدة أنت ورعانك؟ لا عاد تغلط أكثر، الفلوس فلوس أولادي وهم اللي يصرفون عليك. أقول لو سمحت هالكلام ثاني مرة قصيت لسانك. خلوني أقول. انقلع. صحيح ولد قليل أدب وقح ما هم متربي. عصام اطلع من بيتي، لا عاد اشوفك مره ثانيه. خير ان شاء الله، خلي هالولد ينفعك. وراح اذكرك زين ايش راح يطلع من تربيه النسوان. راح يطلع من احسن الرجال. وانت وغيرك راح تشوفون.
عشتي هذا العصير يا أسامة. عشتي يا أبو أسامة. الحين ليه متى ما بتعاملين هذه البزر؟ ها بدخل الجامعة وليه الحين أنا بزر جميل العصير وسندويشات أقول حتى لو صار عمرك 100 سنة راح تبقى في عيني طفلي مدلل. الله يطول بعمرك يما. إلا بسألك سؤال يما، الحين إن شاء الله بعد ما أخلص الثانوية وش حابة أني تخصص في الجامعة؟ الدراسة تيجي على حسب رغبتك في التخصص اللي تبغي تدرسه، وخليها في بالك نصيحة، على قد ما تحب الشغلة اللي تبغى تسويها على قد ما راح تنجح فيها. يعني إذا حبيت التخصص راح تنجح فيه بإذن الله. إذا كان هذا كلامك يما أنا شجعتيني أفاتحك في موضوع. خير يا ولدي، وش فيه؟ يما السالفة ما فيها طال عمرك إني بعد إذنك يعني قررت بعد ما خلص الثانوية العامة أكتفي من الدراسة واستلم الشغل وخلاص. ما شاء الله قررت بعد والله؟ يما حاولي تفهمين الله يرضى عليك. يعني الظاهر إنك ما زلت ولد، شيل هالأفكار من راسك. يما لو سمحتي أنا كبرت وما عاد بي ولد صغير. طبعا ولد، ما دام تفكر تفكير غلط. إذا أنا أبمسك المؤسسة عشان أحفظ حقوقنا، إذا هذا غلط وين الصح أجل؟ يا أمي هذا غلط ومليون غلط بعد. طيب فاهمين، تعال اجلس وافهمك. طيب يا حبيبي أنت ولدي الوحيد، معناته ما رح يمسك المؤسسة غيرك أنت، ما في حد ثاني. بس يما يا ولدي حقنا ما راح يضيع، وأنت اللي راح تكون مسؤول عنه. لكن افهم شيء واحد، العلم والشهادة أهم شيء، وهم اللي راح يفتحون لك كل الأبواب. وعلى فكرة أنا أبغاك تدرس حقوق عشان تطلع محامي زي أبوك. حقوق؟ إيه نعم حقوق، عشان تفهم القانون. يا ولدي القانون أهم شيء بالحياة، واللي يفهم القانون يعيش عيشة الملوك. هي معاكي، بس وش دخل القانون في تجارة السيارات؟ يا أمي في أحد ما يعرف إشارات المرور؟ إشارات المرور؟ وش فيها؟ هذا أهم قانون تمشي عليها السيارات، على الإشارة الحمراء توقف وعلى الإشارة الخضراء تمشي. يعني يما لازم أدرس حقوق علشان أعرف إشارات المرور؟ أمزح معاك يا ولد، أنت فكر شوف إيش تبي تدرس وأنا معاك، لكن ها بدون الشهادة الجامعية لا تفكر ولا تحلم إنك تمسك المؤسسة. والحقوق؟ أنا أفضل الحقوق، لكن إذا أنت ما تبغاها ما عندي مانع، أنت فكر وقرر وأنا معاك. بس لاحظ إذا ما أخذت الشهادة الجامعية راح تبقى واقف على الإشارة الحمراء. She never visited a chat room, you pathetic fraud. What about water? I see under flowing water, but she's not wet. No. A girl's been raped and kidnapped, and you're trying to make a buck off our mother's misery? No, but I do see an anger management class. And how are you going to pay for the Virgin? I was going to sell off my Hummel. She was way past your price range, but you just had to have her anyway, didn't you? They found Kaylee in Hell's Kitchen. Super wanted to check on the water here first thing this morning. You might have seen it at the scene. We're looking for a friend of his. Can you tell us who he's close to? How old is he, Abby? يما ليه سويتي كذا؟ الفيلم مرة حلو. ما في عندك حاجة ثانية تسويها؟ طول اليوم تتفرجي على التلفزيون؟ يا يما مدرسة وخلصت ونجاح ونجحت، ايش تبين اسوي بعد؟ الهام تركيني الحين، ماني رايقت لك. يا يما يا حبيبتي تطمني وان شاء الله اللي في بالك بيصير.
ايش قصدك؟ قصدي ان اخوي اسامه ان شاء الله انه ناجح. باركي لي يما باركي لي، الهام باركولي. الله يبارك فيك يا الهام، عبارك حبيبتي. عبارك تخرج. يما نجحت وطلعت الثاني على الدفعة كلها. الثاني على دفعتك ومستانس؟ يما الله يهديك، أقول لك نجحت وطلعت الثاني على الدفعة كلها. الحمد لله والشكر لك يا رب. الحمد لله والشكر لك يا رب. بارك لي يا ابو اسامه، ابنك نجح والسنه الجايه ان شاء الله بيتخرج. سامحني لو كنت اقسى على الاولاد، بس انا ابغيهم احسن الناس. ريتك معانا تفرح بنجاح ابننا البكر. يما انت من صدق زعلانه مني؟ يعني كنت مفتكرني امزح معك؟ خلاص يما اوعدك ما دام فيها زعل انا ما ارضى على زعلك. السنه الجايه ما ارضى الا اكون المركز الاول على الدفعه كلها. أكيد يما أنت تدرين الموت عندي أهون من أني معه في بعدي. لا يا أمي بسم الله عليك، بعيد الشر عنك. يعني بتقولي لي مبروك عشان تكمل فرحتي؟ مبروك، ألف 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 مبروك. يا عيني يا عيني، والله راحت عليك يا ألها. أنتوا الاثنين بقلبي. أخوي وخر لو سمحت. لا 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 عفوا عفوا. شوف حبيبتي، الشرع والقانون يقولون للذكر مثل حظ الانثيين. والله الا بقلب الام. صدق والله؟ طيب خلاص ما عندي قادرة اتحمل العيشة هذه.
احنا عايشين السجن ولا فين؟ سوزو حبيبتي روقي، الزعل مو بزين علشانك وعلى اعصابك، انت ناسي كلام الدكتوره، الجنين ياثر يا حبيبتي على صحه الجنين. والله عاد قول هالكلام لامك. امي؟ وش سوت؟ وانا ما سويت شيء. تبيني اشوفها قاعده تتحكم في ولدي واسكت؟ يا يما حنا ما لنا دخل فيهم، دام اخوي اسامه راضي، احنا وش دخلنا؟ كيف يعني ما حد له دخل فينا؟ وحنا اصلا قدرنا نسوي شيء؟ لان امك حاطه نفسها رقيب علينا وعلى تصرفاتنا. زينة، مهما كان هذه امي وما اسمح لك تتكلمين عنها بالطريقه هذه. امك، امك اللي ما تقدر تنسى انك طفلها المدلل، امك اللي عمرها ما عاملتك على انك رجال ولك زوجه وحريه خاصه. يا يما يا حبيبتي ما له داعي هالكلام كله. مين الحرمة ذي اللي ودها تيجي وتاخذ ولدي مني؟ مين؟ يا يما الله يهديكي، ترى هذه زوجته، زوجته. وانا امه، عارفة ايش معنات امه؟ انا اللي كبرت، انا اللي علمت وربيت، انا اللي سهرت الليالي على مرضه وتعبه، انا اللي كافحت وشقيت، انا اللي ذقت الويل علشان اشوف رجال واقف قدامي. تكون في لحظة تيجي واحدة مثل زينة تبي تعارضني؟ بس يا يما أسامة عمره ما عارضك بشيء. بكرة ما ندري إلا يا يما أخذته وتبي تطلع معاه من البيت. يعني شلون نطلع برا البيت؟ حبيبي هذا هو الحل الوحيد عشان نقدر نعيش براحتنا. زينة، أنا ما أقدر أوافق على الحل هذا. شوفي لك حل ثاني. وأنا ما عندي غير هذا الحل. زينة حبيبتي، أنت عارفة من بعد ما مات الوالد الله يرحمه وامي واختي ما لهم في الدنيا هذه بعد الله غيري. يعني مو معقوله اطلع في بيت ثاني واتركهم لحالهم. حبيبي ما راح نتركهم لحالهم، احنا راح نستاجر بيت قريب وانت بتمرهم كل يوم، راح تلبي لهم كل طلباتهم وبكذا نرتاح كلنا. طيب حبيبتي زينة، أنا قصدت يعني لو في حل. أسامة، أنا غير هالحل ما عندي. أنت تختار، يا أنا وابنك اللي في بطني يا أمك والجحيم اللي فيه. هذا آخر كلام عندك يا زينة؟ إيه هذا آخر كلام عندي. إيه انت حطيتيني في اختيار صعب. هذه امي وانا لا يمكن اتخلى عنها. يعني وش قصدك؟ يعني خلاص انتهينا، ضفي اغراضك كلها والبيت اهلك. زينة انت طف. اسامة انت ايش قاعد تقول؟ ومن اللي قال لك اصلا اني ابغيك تعيش معي؟ خذ زوجتك واطلع معاها. زوجتك حامل وانا كبرت خلاص، ما عاد فيني حيل للعيال ولازعاجهم. يما الله يهديك. انا قلت لك خذ زوجتك ودور لك على بيت قريب من هنا، اطلع من هنا، ما ابغيك تعيش معي. خلاص اللي عندي قلته. زي ما انت شايفه
أنا اللي قاعد أشوفه غلط. أنا أنفذ أوامر أمك. أنت عارف يا أسامة أن أمي ما تبغى هالشيء. كأنك ما تدرين أنها طلبت مني أترك البيت. والله أنت اللي ما تدري. معقول يا أسامة أمي تقول لك أطلع من البيت؟ معقولة؟ تطلع يا أسامة؟ أنا مو مصدقة اللي قاعد أشوفه. مو مصدقة. وزينة؟ لا تحطون الحق علي. أنا قلت أبي أطلع من البيت. لكن ما أبي أزعل الوالدة. وهذه زينة يا أسامة. ما عندها مشكلة أنها تقعد. زينة ممكن. بس أمك لا. وأنت عارفتها زين. أنا عارفة أمي زين مثل ما أنت عارفها زين. أمي لا يمكن تقول لك أطلع من البيت من قلبها. على العموم يا إلهام، خلي الموضوع كم يوم إن شاء الله تصفى القلوب. يا خوفي يا أسامة تدفع ثمن هالأيام غالي.